هذا ميس خوشي. دي الخوي حسن الله يبارك ليه. هذا حسن عطي شي كلام ولا كلام وداني اخويا؟ كلام وداني تبارك الله. الخير ديال خويا بدا كيتكلم حتى هو ديال خويا عزيز اللهم بارك يا رب. السلعه ديال خويا عزيز سوار مولوع كبير تبارك الله. اخويا حسن جيب لينا الطير تبارك الله على خويا حسن. وما كانش باغي يبان معنا في اليوتيوب بين الناس صحه. قلت لي حسن انت درويش وكترزق الله علاش خوشي. السلام عليكم مرحبا بكم. جينا معطلين اليوم السبت ما كنخرجش من الخدمه بكري. قلت ضروري نمشي نصور لخوتي شويه. حسن انت خويا عزيز رسباليوني عنده شي ربع شهور شير باغا تخدم عنده في القفز. هذا عنده عامين سنتين في القفص. عاقل رجيلات اخوتي بيضين تبارك الله. تشوف الفري كيصفي خوتي. خويا حسن قال لي راه كلام وداني اللهم بارك. هرب من الناس الراس الله كيصفي في الريش. حسن الثمن ديالو شحال؟ خويا 600 درهم. 600 درهم تبارك الله اللي هي 60 اورو اللهم بارك. قول لي يا حسن 06 51 73 94 19. اللي بغى يتواصل مع خويا حسن راه واحد الانسان من اطيب خلق الله. عندي واحد الشطر جدير صافي اخويا الحسون ديال خويا حسن جابو جدير. هذا حسن اصله قاعده اصل عنده 3 سنوات. واجي قرب حدايا حسن. حسن ولكن تحميره عنده خويا راه هذا دمو باساج اخويا. ها دمو باساج فهمتك. زعما بغيت نقول لك التحنايه عنده سبحان الله العظيم ديال القوره. لا اصله جدار اخويا. واه اصله جدير حسن. جدير 3 سنوات. 3 سنوات. الثمن ديالو حسن خويا شحال؟ 650 درهم. 650 درهم خوتي اللي هي 65 اورو بالنسبه لخوتنا خوتنا العرب اللي كيتفرجوا فينا الجزائر. تحيه لكم خوتي عشاق شام الجزائريين مولوعين. خوتنا تحل الحدود نجي عند خوتي شال وهران والله يجيب الله خاوه حتى الموت. خاوه خاوه خوتنا الجزائر تونس ليبيا موريتانيا مصر المسلمين في المكان وفي العالم احنا راه كاملين خوت وما تفرقنا الموت. نفس النميره اخوتي النميره ديال الميسو نفس النميره مع هاد المقنينات تبارك. هذا حسن وحسن هذا في شي كلام ولا والو؟ يلا خارج من البداله قبل ما يضرب هاد البداله هذه اللهم بارك تنكلم دابا الطير يلا كيسمي في الكلام يلا كيسمي يلا خارج من البداله. واه يصفي البداله غتسمعوا من بعيد فهمتي واحد 20 يوم ديالو فهمتي بحال تقول دابا داخل في مرحله الراحه. الله يرحم لك الوالد فهمتك ابا حيت غيار الريش راه كياخذ من الطيور بزاف من الجهد ديالك. هادشي اللي كاين اخويا بشويه بشويه تكيتك الحاله. خويا حسن اخوتي انتم الطيور عنده راه عاقله ما شاء الله والتليفون حداه والو ما يبوجيش اخوتي من القصر. وانسان موثوق اخوتي لا خديته من عنده شي طير شهاده لله والله ما كيغش شي واحد
كيبيع طويرات زوينين ونقيين. اللي بغا هاد الطيور ميزو الحسون عيق الصديق وتفاهم معاهم كلهم يجيبوا الرأي ديالو. مرايه